يلا شباب نتوكل مع رجال الطيارة. فشل طبعا. علي علي هيك صرنا كاملين علي احنا اربعة. يلا علي اطلع ديوانك يا علي نصرت. اي علي يا علي حبيبي انت 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 نصرت. انا طلعت قدامكم. طيب يلا علي جاني ناصرين نوم احد يشغل لنا الكاميرا يشوفهم بالله جوان. ابو حسين لا تنزل قبل بحضنهم ما شوه عارف بس ارد اشوف امكاناتهم حبيبي. ماك شيء لحد هسه اعتقد هم يم محل الاسلحه هذول ثلاثة ترى كبرون مكان واحد وهذا الرابع فوق اثنين على الساحل ستة. اكو هليكوبتر دا اشوف لو سيارة لو شنو هليكوبتر مالته هليكوبتر وين ما عندهم سيارة ورانا صار احنا وصلنا فوقهم عند البوابة واحد بالبرج صاعد هذا البرج تقدر تطلع سلاحك وترمي ترى ما يقدر يضرب عمليات اجيب ابو هاشم يسلم على علي ويقول راح اجي احط الاشر على السكينه ما ادري شلون اشرهم اليوم على الحبل اللي وصل 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 سلامه وصل هيا يلا ميان مع البرج على البرج من البرج يشتغلون نزلوا يا برج هذا كنت فوقاني